Welcome back, dear viewers. In this segment, a very special Rababa player, dear viewers. And a Rababa is a very oriental ornament or musical ornament that we do use here in Egypt. And we have Mohsen Hashimi, dear viewers, in this segment that will bring you more. Watch him and don't go away, for it's very interesting. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عشان عيون الحبايب راح أقدم الواجب وأقول كلام بالأدب أصل الأدب واجب يا من أصفى آراتي بعطبها على الواجب وناس غنية بالمال لكن بتهرب من الواجب ولا حد تعبان غير اللي بيعملوا الواجب أنا بوحد اللي خلق الناس خالق مسلمين ونصارى ناس نامت على فرش وناس ناس عالمعايش حيارى أصلي وأسلم على النبي الزين مدحت النبي العظم بطل صلايا أمر النبي يا بلال يا زين يا أبو بكر جيم الصلايا فرضت جلعي ما جانيش ريح وعودت على البر ناوي يا ما ناس زينا مجاريح لكن صابرة على البلاوي دنيا علينا تربط انظر بعينك رعيها شوف العنز لما تربط ما نطحت الا رعيها يا عيني عيني على يا عيني على يما يا عيني على عيني يا عيني على ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب اوعى تقول للندل يا عم لو كان على السرج راكب اللي داديك داديك اجعل عيالك عبيده واللي جافيك جافيه روحك ما هياش في ايده ولابد عن يوم ومعلوم تقضي فيه المظالم ولابد عن يوم ومعلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم